عبادة سورية لخلود الإبداع الإنساني. رأس شمرة هو الاسم الحالي للتل الأثري الذي كشفت فيه أنقاض مملكة أوغاريت، فهي واحدة من أهم أوابدنا السورية، فهي مهد الأبجدية الأولى. عرفت برأس شمرة نسبة إلى نبات الشمرة الذي ينبت بكثرة في محيطها الجميل. موقع أوغاريت الأثري، هذا الموقع الأثري الهام الذي زاع صيته في جميع أنحاء العالم. أوغاريت لا يمكن أن هذا الموقع الأثري لا يمكن أن نختصره بكلمات ولقاء سريع خاطف. ما كتب عنه يفوق ما كتب عن تاريخ حضارات سوريا كلها. بعد 93 عام من أعمال الكشف والتنقيب الأثري في هذا الموقع العظيم، موقع أوغاريت الأثري، وما قدمته هذه الأعمال الأثرية والمكتشفات من منجزات حضارية وإبداعات بشرية قدمها هذا الموقع، وكان أثرها إلى العالم أجمع. أبجدية أوغاريت هي طبعا تعتبر أجمل أبجدية مكتشفة حتى الآن، مكونة من 30 حرفا كانت تكتب من اليسار إلى اليمين. يكفي بأن أطفال العالم اليوم أجمع في كل أنحاء العالم يتعلمون ما كتبه لهم أحد علماء أوغاريت منذ 4000 عام من الأعوام. أوغاريت أقول ملكة النعمة، لكنها لم تحتكرها لنفسها، ألا وهي أبجديتها، صدرتها إلى العالم أجمع. موقع أوغاريت موقع أثري هام طبعا، فيتألف من الباب الرئيسي يدخل إلى القصر الملكي الذي يتألف من 90 غرفة، 5 باحات، 11 سلم. القصر الملكي كان متطور، فيوجد في القصر الملكي قاعة العرش وقاعة الولائم وقاعة الاستقبال، ويوجد أيضا المكتبة الذي وجد فيها الألفابيت. وبالإضافة إلى أول أبجدية طبعا أول نوتة موسيقية، الجزء الثاني طبعا عندنا حي التجار، والآخر قسم هو الأكرابول طبعا منطقة المعابد. ستبقى أوغاريت من أهم المواقع الأثرية والتاريخية في العالم، وكنزا لتاريخنا العريق وتاريخ بلادنا العامرة سوريا.